بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات دبلوم المدارس الثانوية الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة حيوانات اللحم. الحلقات الماضية كنا تحدثنا عن الأهمية الاقتصادية لحيوانات اللحم، وشفنا هي ما هي أسباب انخفاض مشكلة إنتاج اللحوم عندنا في مصر. كذلك شفنا أيضا أنواع حيوانات اللحم اللي هي موجودة، زائد الصفات الشكلية لحيوان اللحم أو النموذج الصفة الشكلية لحيوان اللحم. إن شاء الله النهاردة هنتحدث مع بعض عن موضوع جديد خالص، وهو فيسيولوجيا إنتاج اللحوم. يعني إيه فيسيولوجيا إنتاج اللحوم؟ هتبص تلاقي بتتكلم على إن الصفات اللي هي موجودة في داخل جسم الحيوان من ناحية الطول، القصر، العمر، معدل النمو، معدل التسمين، يعني التكنيك اللي هو في داخل جسم الحيوان. فكلمة فيسيولوجيا اللي هي إنتاج اللحوم. النمو طبعا زي ما احنا عارفين بيمر بأربع مراحل، بس قبل ما نتحدث عن مراحل النمو تعال نشوف مع بعض يعني ايه هو عملية النمو بالنسبة للحيوان. النمو بصفة عامة هو عبارة عن الزيادة في وزن الحيوان أو حجم الحيوان أو كليهما معا. هذه الزيادة بتحدث نتيجة زيادة وزن العضلات والهيكل العظمي، وتحدث في مرحلة متقدمة كنتيجة لترسيب الأنسجة الدهنية على جسم الحيوان. يبقى كذا النمو هو عبارة عن زيادة في وزن الحيوان أو في حجم الحيوان. في الحجم من ناحية إيه؟ من ناحية الرأس، الكرش، حجم الجسم، ارتفاع القرون أو عدم وجود قرون أو ارتفاع الأرجل، يبقى زيادة في هيكل الجسم العام بتاع الحيوان. ده تعريف بصفة عامة عن النمو. في فيسيولوجيا النمو يقصد بالنمو من الناحية العلمية بأنه عملية الزيادة الناتجة في عدد الخلايا نتيجة عمليات الانقسام. عشان كده احنا بنقول فيسيولوجيا، يبقى في تطورات بتحدث في داخل جسم الإنسان، تطورات فيسيولوجية، إن عدد الخلايا بيحدث له انقسامات، فبتضطر إنها بتزيد حجم الحيوان وبتزيد حجم هذه العضلات عشان تقدر تكون لي أو تغطي لي الهيكل العظمي لجسم الحيوان اللي هو عملية الانقسام الخلوي، أو زيادة في حجم الخلايا نتيجة زيادة حجم سيتوبلازم الخلية أو كليهما. كما أن النمو بيحدث نتيجة لزيادة معدل البناء بالنسبة لجسم الحيوان. النهاردة كان وزنه مثلا 50 كيلو، بكرة بقى وزنه 51 كيلو، بعده بقى وزنه 52 كيلو، وهكذا على سبيل المثال. يبقى ده في معدل البناء بالنسبة لجسم الحيوان. مراحل النمو بقى في عندي أربع مراحل من نمو الحيوان. إيه هم الأربع مراحل؟ أول مرحلة عندي في مرحلة ما قبل الولادة اللي هي المرحلة الجنينية، يعني هو الجنين في داخل رحم الحيوان أو في داخل بطن الإنسان بيحدث له انقسامات متتالية، بيحدث له انقسامات عشان تكون العين، يحدث انقسامات عشان تكون الأنف، يحدث انقسامات عشان تكون الأجهزة اللي هي موجودة. يبقى ده كلها اسمها معدل بناء بيتم داخل الكيس الجنيني أو داخل الجنين بالنسبة للحيوان. دي المرحلة الأولى اللي هي مرحلة ما قبل الولادة، وبسميها في هذه المرحلة اسمها المرحلة الجنينية. المرحلة الثانية اسمها مرحلة ما بعد الولادة. حدث للجنين ان هو عملية الولادة، يبقى اذا فيه عندي هنا تطور لنمو المولود بقى وليس الجنين، لان طبعا الجنين حصل له اكتمال بعد 9 شهور ونص او 9 شهور، حدث له عملية الولادة سواء بالنسبة للابقار، اما للجاموس 10 شهور ونص. طبعا احنا عارفين الكلام ده بعد عملية الولادة، يعني تمت الولادة النهاردة، اذا كل يوم الجنين بيرضع. اما بيرضع هذا الجنين او بيتغذى على لبن الام، فبالتالي ان هو حجمه بيزيد. فعشان كده في مرحلة تانية اسمها مرحلة ما بعد الولادة، وهي الفترة من الولادة وحتى ما قبل عملية الشيخوخة، وفيها بيتخذ النمو شكل حرف اس زي ما احنا كده شايفين مع بعض كده في الصورة. يبدأ بالزيادة 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 الى ان ينتهي الى مرحلة ما بعد اللي هي مرحلة الشيخوخة، اللي هي ما قبل عملية ان هو حيوان خلاص كبر وانتهى حياته الانتاجية. يبقى في اللحظة ده مش هيقدر الحيوان بيزيد، لكن معدل هدم الحيوان او معدل البناء بيقل، ومعدل الهدم بيزيد بالنسبة للحيوان، ما بيحدث له نمو مرة اخرى. فيمر النمو باربع مراحل. مرحلة
المرحلة الأولانية مرحلة الثبات بتعقب عملية الولادة وتمتد إلى ما بعد عملية الفطام، وفيها بتكون هذه المرحلة إن معدلات النمو بتكون بطيئة جدا جدا نظرا لإيه؟ عشان اختلافات الظروف البيئية اللي هو بيقدر يعيش فيها الحيوان من حيث التغذية في المرحلة الجنينية عن مرحلة ما بعد عملية الولادة. والعجل في هذه اللحظة أو النتاج في هذه اللحظة بيعتمد على التغذية من ثدي الأم أو عن طريق الضرع، وإن هو بيقدر يتكيف مع الظروف البيئية الغير مناسبة من حرارة إلى رطوبة إلى ضوء إلى آخره أو رياح. كل هذه عوامل بتؤثر على عملية النمو بالنسبة للحيوان. المرحلة الثانية اسمها مرحلة الزيادة الأسية. يبقى أول مرحلة اسمها مرحلة الثبات، المرحلة الثانية اسمها مرحلة الزيادة الأسية، المرحلة الثالثة اسمها مرحلة الزيادة المتناقصة. طب مرحلة الزيادة الأسية إيه اللي بيحدث فيها؟ إن بيزداد معدل نمو الجسم بدرجة كبيرة بتفوق هذه الزيادة أي مرحلة في مراحل النمو المختلفة الأخرى. يعني مرحلة الزيادة الأسية تبص تلاقي الجنين في هذه اللحظة، مش الجنين بقى، النتاج أو العجل أو المولود، إن هو بيزيد بمعدل سريع جدا عن أي مرحلة من مراحل النمو المختلفة اللي احنا بنستعرضها فيما بعد مع بعضنا. مرحلة الزيادة المتناقصة، يعني إيه مرحلة الزيادة المتناقصة؟ إن معدل الزيادة اليومية في الوزن بيحدث له تناقص مقارنة بالمرحلة الأسية. احنا قلنا المرحلة الأسية ان معدل الجنين، معدل سرعة النمو بالنسبة لهذا النتاج او هذا المولود بيزيد ويفوق اي مرحلة اخرى، لكن مرحلة الزيادة المتناقصة بتقل عن مرحلة الزيادة اللي هي الأسية بالنسبة في عملية النمو للحيوان. في مرحلة تانية عندي اسمها مرحلة الشيخوخة، ومن اسمها ان مرحلة الشيخوخة ان الجنين او المولود او النتاج اللي هو موجود عندي او اللي هو العجل الصغير ما بيرضع او ان هو بيتغذى، بيبدأ ان هو بينمو بمعدل بطيء، بس معدل الهدم بيكون أسرع في مرحلة الشيخوخة، لأن خلاص هو عدى مرحلة 3 سنين أو 4 سنين على وشك عملية الذبح. فبالتالي في اللحظة دوت لما تقدم له مثلا النهاردة 10 كيلو علف هو مش هيزيد، هو مرحلته ثابتة خلاص، هو بدل إن هو بيتغذى على كمية العليقة أو كمية العلف اللي موجودة عشان يقدر يحافظ على جسمه، مش هيدي زيادة لكن بيدي نقصان في الوزن، لأن دخل في مرحلة متأخرة من النمو وهي مرحلة الشيخوخة. طيب انا بقول معدل النمو ومعدل الزياده، وحصل مني كذا لفظ ان سرعه النمو او معدل الزياده ازاي بيزيد. اذا في عندي حاجه اسمها طرق قياس سرعه النمو، او ازاي ان انا هقيس عمليه النمو بالنسبه للحيوان. في عندي عن طريق الزياده المطلقه في وحده الوزن، دي طريقه، وفي طريقه ثانيه ان حساب مقدار الفرق في وزن الحيوان في فترتين زمنيتين متتاليتين. بمعنى ايه اللي هو الكلام ده؟ اللي هو ان انا اقيس وزن الحيوان في فترتين زمنيتين واطرح الفرق من الاثنين مع بعضهم يديني معدل سرعه النمو او معدل النمو اليومي بالنسبه للحيوان. بمعنى ايه؟ هذا الحيوان وزنته مثلا يوم واحد في الشهر، يعني مثلا 1/10 طلع هذا الحيوان عندي حوالي 150 كيلو. يوم 11/10 وزنت هذا الحيوان طلع الحيوان 160 كيلو على سبيل المثال. يبقى في الوزن الاولاني ناقص الوزن الثاني، او العكس بقول الوزن الثاني ناقص الوزن الاولاني عشان اقدر اجيب الفرق بين الوزنين المتتاليين. يبقى وزن في 1/10 ووزن تاني بعد 10 ايام يعني يوم 11/10، وبطرح الفرق مع بعض من الاثنين مع بعض من الوزن الاولاني الى الوزن الثاني وبقسم على عدد ايام بيديني متوسط الوزن في اليوم بالنسبه لهذا الحيوان. يبقى هنا واو 2 بتمثل الوزن الثاني بالنسبه للحيوان، وواو 1 بتمثل الوزن الاول بالنسبه للحيوان. نون تعتبر نون هي وحده الوزن بالنسبه للحيوان. فواو 1 اللي هي وزن البدايه، واو 2 بتساوي وزن النهايه، نون اللي احنا بنقول عليها الفتره الزمنيه باليوم. طيب ازاي بقى اقدر احسب طرق حساب الوزن؟ عن طريق الزيادة المطلقة. أقول إيه؟ واو 2 ناقص واو 1 يعني الوزن الثاني ناقص الوزن الأولاني اللي هو واو 2
على نون اللي هي عدد الايام الفرق بين الوزن الاولاني والوزن الثاني، انا بوزن كل 10 ايام. لكن هنا في حته لازم نركز عليها باستمرار في حيوان التسمين، ان لازم اوزن الحيوان كل 15 يوم او كل 10 ايام اللي هو حيوان التسمين. ليه بوزنه كل 10 ايام او كل 15 يوم؟ عشان اقدر احدد كميه العليقه اللي هو هيقدر يستهلكها هذا الحيوان، هل هو الحيوان بيزيد ولا الحيوان بيقل. الحاجه الثانيه ان انا اشوف مدى استجابه هذا الحيوان لتناول العليقه. لو لقيت الحيوان هو بيزيد عندي في معدل النمو ومعدل الزياده ومعدل التسمين سرعته بتزيد، فبضطر ان انا بزود له كميه علف اكتر. لو لقيت الحيوان وزنته النهارده يوم واحد في الشهر ووزنته بعد كده بعد 15 يوم يعني يوم 15 او يوم 16 ولقيت معدل الزياده بتاعه ضعيف او الى اخره، ارجع اشوف الناحيه الصحيه بتاعته، هل في الفتره دي الحيوان دوت مر بمجموعه من الامراض او ان هو خد تحصينات او ان انا في خلل في نوع العليقه. لكن انا عندي ثبات دائما في معدل التغذيه بالنسبه للحيوان، كل يوم بدي له 5 كيلو علف 5 كيلو علف 5 كيلو علف. جيت في الاخر في النهايه لقيت الحيوان ده ما بيزيدش، يبقى انا لازم اتخلص من هذا الحيوان بسرعه وارجع اجيب حيوان تاني اخر ادخله القطيع عشان اقدر اقيس سرعه النمو بتاع الحيوان. وفي نفس الوقت انا بدور كناحيه اقتصاديه تهمني، بدي 10 كيلو علف، الكيلو مثلا ب 5 جنيه او ب 6 جنيه لازم يحول لي كيلو لحم على جسمه. طبعا كيلو اللحم بكام؟ طبعا كيلو اللحم من 100 ل 150 جنيه، يبقى انت عندك سرعه النمو موجوده عاليه، يبقى الحيوان بيقدر يستجيب لسرعه النمو او معدل الزياده اليوميه. يبقى انا بوزن عشان خاطر اشوف مدى استجابه هذا الحيوان، او الحيوان ده ما بيستجيبش فبضطر في اللحظه دي بستبعد هذا الحيوان من داخل القطيع وادخل حيوان اخر تاني. حساب الزياده النسبيه بقى الزياده المطلقه على وزن البدايه في 100، ولكن اسهل طريقه الطريقه الاولى اللي هي حساب الزياده المطلقه، ان انا بطرح الوزن الثاني ناقص الوزن الاولاني يعني واو 2 ناقص واو 1. نفترض ان واو 2 مثلا 150 واو 1 100، يبقى عندي الزياده حوالي 50 كيلو جرام في مده كام؟ في مده 15 يوم، ان حيوان التسمين بيتم وزنه كل 15 يوم عشان اقدر احدد اقول استجابه الحيوان دوت فعلا بيستجيب للغذاء او ان انا ارفع معدل الغذاء الى اخره من الحاجات دي كلها عشان اقدر في النهايه اربح من هذا الحيوان، وتكلفته الاقتصاديه بتكون له جدوى اقتصاديه في عمليه التسمين او عمليه التربيه. في حاجه تانية عندي، لو حد مثلا على سبيل المثال يعني اقول ايه، لو قال لي جه مثلا وقال لي احسب معدل الزياده لعجل بقري وزنه 300 كيلو جرام، يعني عنده عجل بقري وزنه 300 كيلو جرام واصبح وزنه 315 كيلو جرام بعد 10 ايام. الوزن الاولاني كام؟ 300 كيلو جرام، برافو عليك، تمام. الوزن الثاني 315 كيلو جرام، المدة بين الاثنين قد ايه؟ قال لي بعد 10 ايام. يبقى انا بعمل ايه في الاجابة؟ اقول معدل الزيادة اليومي واو 2 اللي هو الوزن الاولاني الوزن الثاني ناقص الوزن الاولاني على نون، نون اللي هي وحدة اللي هي الفترة الزمنية او المسافة الزمنية بين الوزن الاولاني والوزن الثاني، بتساوي 315 اللي هو الوزن الثاني ناقص 300 بتساوي 15 كيلو على 10. معنى ذلك ان هذا الحيوان ال 10 دي اللي هي عدد الايام اللي هي الفتره الزمنيه، يبقى هذا الحيوان بيزيد بمعدل زياده يوميه 1.5 كيلو جرام لحم على جسمه. يبقى انا بدي له 10 كيلو جرام علف، هذا الحيوان بيديني كيلو ونص لحم على جسمه. لو انا قلت ال 10 كيلو جرام علف مثلا الكيلو ب 6 جنيه او ب 7 جنيه بياكل ب 60 70 جنيه، خليه كمان ياكل ب 20 30 جنيه تاني بقايا المحاصيل او مواد مالئه اخرى، يبقى كان له حوالي ب 70 80 جنيه. هيديني قد ايه؟ هيديني كيلو ونص لحم، بس ده في حاله ايه؟ في حاله الحيوانات اللي هي الاصيله. لكن الماشيه المصريه اللي هي عندنا موجوده عندنا في الوسط المحلي، النهارده ما بتزيد من 500 جرام يعني نص كيلو الى 600 700 جرام. الجاموس بيزيد من 700 الى 750 جرام، يبقى 3 ارباع كيلو في اليوم. لكن الماشيه الاجنبيه المتخصصه في انتاج اللحم بتزيد بمعدل 1.5 كيلو جرام في اليوم. لو قال لي حساب الزياده النسبيه اقول له الزياده النسبيه بتقدر بنسبه مئويه للزياده في فتره زمنيه معينه، وهذا ما يعرف بالنمو النسبي او الزياده النسبيه بالنسبه للحيوان.
في هذه الحالة بتنسب الزيادة المطلقة اليومية إلى الوزن عند الميلاد أو عند الابتداء، وتحول إلى النسبة، هذه الزيادة بحولها طبعا إلى نسبة مئوية زي ما احنا شايفين. بقول إن الزيادة المطلقة على وزن البداية في 100 بيديني الزيادة النسبية أو النمو النسبي الموجود. فالنمو هنا بصفة عامة هو عبارة عن زيادة في وزن جسم الحيوان، لكن لو قال لك ترسيب الدهن على جسم الحيوان يبقى ده دخلت كده في عملية التسمين، لكن النمو هو عبارة عن الزيادة في وزن جسم الحيوان. النهاردة الحيوان كان وزنه مثلا 60 كيلو، بكرة بقى وزنه 61 كيلو، تاني يوم بقى وزنه 62 كيلو، آخر الشهر بقى وزنه 70 كيلو أو 80 كيلو، بقى فيه هنا استجابة. دي كلها اسمها معدل النمو اللي أنت ذات نفسك بتطرأها من غير ما تشوف، حتى لو أنت جيت وزنت هذا الحيوان على الميزان من خلال الخبرة ومن خلال الشكل. أنت بتعطي كل يوم الحيوان كمية من العلاقة، سواء كانت علاقة مركزة أو علاقة مالية، هذه العلاقة بتبان على جسم الحيوان. الحيوان بيقدر يشرب مية، فبيضطر إن الحيوان كرشه بيزيد وجسمه بيزيد والطول بيفرد معاك، معنى ذلك هذا الحيوان بيزيد. أنت عشان تتأكد من هذا النظام فبتضطر بتلجأ كل 15 يوم أو كل 10 أيام بتوزن هذا الحيوان عشان تقدر تحدد مدى استجابة هذا الحيوان لعملية التغذية من عدم استجابة التغذية بالنسبة للحيوان. كلما كان النشاط الفسيولوجي بالنسبة للحيوان ليه؟ عشان هو يقدر يحول لي الغذاء اللي هو موجود سواء البروتينات اللي بياخدها في صورة علائق متزنة أو في صورة علائق مالئة، بيحول هذه البروتينات إلى لحوم داخل جسم هذا الحيوان، فبيضطر بيزيد عدد الخلايا وبيحدث انقسامات داخل جسم الحيوان، وبيضطر ان الحيوان حجمه بيزيد. يبقى النمو هو عبارة عن زيادة في وزن وحجم او في وزن جسم الحيوان. الزيادة في الوزن صاحبها ظواهر اخرى متعددة زي ايه؟ ساعات بنشوف في بعض الاحيان ان في زيادة في وزن جسم الحيوان، يعني معنى ذلك ايه؟ ان بتلاقي الكرش بيكبر، الافخاد بتكبر، الديل بيكبر، حجم الرأس بيزيد، الكتف بيزيد، لكن ساعات بتلاحظ حاجات تانية موجودة، ان بتلاقي الحيوان مكسي جسمه من بعملية السمنة، يعني ساعات بيصاحب عملية النمو أيضا عملية تسمين. عشان كده بيقول لك ايه؟ هناك ظواهر أخرى بتظهر في التغيير على جسم هذا الحيوان بخلاف طبعا عمليه النمو. ولكن كلما كان النشاط الفسيولوجي عشان يقدر يحول لي الاغذيه وكل الحاجات اللي هو بيتغذى عليها الى معدل نمو عالي، بيزيد في عدد وحجم الخلايا بتاع الحيوان. في هناك عوامل بتؤثر على النمو، يعني ايه ان في عوامل بتؤثر على النمو؟ انت سعادتك بتقول ان كل يوم الحيوانات الاصيله بيزيد من معدل من كيلو وربع الى كيلو ونص في اليوم، وقلنا ان الحيوانات المصريه بيزيد من حوالي 500 جرام يعني نص كيلو الى 600 جرام. طب ايه اللي بيخلي هذا الحيوان يزيد وايه اللي بيخلي الحيوان ان هو ما يزيدش؟ يبقى اذا في مجموعه من العوامل بتقدر تتحكم لي او بتقدر تؤثر على معدل الزياده اليوميه او معدل النمو اليومي بالنسبه للحيوان. اول عامل من العوامل ديت اللي هي العوامل الوراثيه. يعني ايه العوامل الوراثيه؟ نمو الجسم في حيوان اللحم بيكون اسرع منه في ماشيه اللبن. بمعنى ايه؟ لان حيوان اللحم ذات نفسه هي التركيبه الوراثيه بتاع حيوان اللحم قبل للزياده، قبل للنمو، لان هو في الاخر وفي الاول هو حيوان تسمين بخلاف حيوان اللبن. يبقى دي عوامل وراثيه، يبقى ده جزء وراثي هو اللي بيقدر يتحكم يقول لك ده الحيوان ده حيوان لحم، ده الحيوان ده حيوان لبن. احنا قلنا ان حيوان اللبن في سنه ثانيه احنا خلاص بقينا في مجال انتاج حيواني، حيوان اللبن بيكون غالبا بيكون نحيف. كل ما كان حيوان اللبن نحيف كل ما ادى ذلك الى انتاج لبن عالي بخلاف حيوان التسمين. لو انا لقيت حيوان اللبن سمين يبقى اذا معنى ذلك هذا الحيوان لا يصلح لانتاج اللبن، ولكن يصلح لايه؟ يصلح لانتاج اللحم. طيب في عامل اخر بيأثر ايضا على معدل النمو اللي هو حجم الام. معنى ايه حجم الام؟ انا يعني احنا قبل كده قلنا يعني في سنه ثانيه او في يعني في اخر سنه ثانيه قلنا ان عندك في اثناء موسم الحلب لو عندي خدت نتاج من البطن الاولى عشان اقدر اسمن هذا النتاج
النتاج البطن الثانيه بيكون معدل النمو ومعدل الحجم ومعدل الزياده اعلى من النتاج في البطن الاولى. يبقى معدل النتاج او معدل الزياده لحجم هذا النتاج في السنه الثانيه او في البطن الثانيه اكبر من معدل النتاج او معدل حجم النتاج في السنه الاولى. ده اسمه حجم الام. ليه؟ لان الام في اللحظه لسه ما تكونش الجهاز الهضمي، يعني الجهاز الهضمي ما اكتملش، لسه الجهاز التناسلي ما اكتملش، لان هذا الحيوان تم تلقيحه بدري، فبالتالي ان هو بيديني انتاج لبن، انتاج عجول او انتاج من النتاجات صغير الحجم عن البطن الثانيه. لكن امتى اوظف هذا الحيوان في عمليه التلقيح؟ احنا قلنا حوالي سنه ونص او سنتين للابقار، ومن سنتين لسنتين ونص بالنسبه للجاموس. ده حجم الام. كل ما كان حجم الام كبير كل ما ادى الى حجم انتاج من القطيع او من الذكر اللي انا هسمينه لحيوان التسمين بيكون حجمه اكبر. كذلك في عندي جنس الحيوان. يعني ايه جنس الحيوان؟ معدل سرعه النمو بالنسبه للذكور بيكون اسرع من معدل النمو بالنسبه للاناث. يبقى اذا هنا جنس الحيوان بيؤثر ايضا على عمليه النمو، او من ضمن عوامل بتاثر على النمو. التغذية أيضا، التغذية بتأثر على معدل النمو، كمية الغذاء المستهلكة. هل مين اللي يقدر يحكم لي على عملية التغذية أو التغذية دي جيدة أو التغذية دي غير جيدة؟ الحيوان. في صورة إيه؟ الحيوان ده ما بيحكم لي على عملية التغذية من خلال الشكل الظاهري اللي هو قدامي. أنا من خلال خبرتي بعرف إن الحيوان ده زاد، يبقى إذا نوع العليقة أو تركيب العليقة أو تركيب المواد الكربوهيدراتية أو البروتينات إلى آخره من العلائق مطابقة لنموذج هذا الحيوان. يبقى في اللحظة دي الحيوان هو اللي بيقدر بيقول لي إن العليقة مظبوطة وتمام التمام، فبالتالي هذا الحيوان بيبدأ في عملية الزيادة. كذلك الهرمونات. ايه الهرمونات؟ الهرمونات دي هي الهرمونات بتفرز من الغدة النخامية اللي هي موجودة في المخ. ترتبط هذه الغدة بمعدل النمو بالنسبة للحيوان. كذلك في عامل تاني من ضمن هذه العوامل اللي هو فصل السنة. لو صادف فصل السنة لهذه الحيوانات في عملية الولادة في خلال فصل الصيف، هذا الحيوان بيكون ضعيف. لو صادف هذا الحيوان الولادة في فصل الشتاء، هذا الحيوان بيكون وزنه أو حجمه كبير، وبقى حيوان التسمين فيما بعد أنه بحيوان بينطلق بسرعة لعملية التسمين لتوافر المرعى الأخضر والجو المحيط. إذا فصل الصيف برضو بيأثر، أو فصول السنة بتؤثر على معدل النمو، سواء كان أثناء التغذية الجنينية أو بعد عملية الولادة وأثناء مرحلة الرضاعة وفيما بعد عملية الرضاعة أثناء عملية التغذية لحد ما يسمن هذا الحيوان وتنتهي من عملية التسمين. الأمراض. لو أنا جيت للأمراض بالنسبة للحيوان التسمين، لو في بداية الحيوان أو في بداية تسمين هذا الحيوان أو في بداية نمو هذا الحيوان وهو لسه بعد عملية الفطام مباشرة، لو الحيوان ده هو تم إصابته بأي نوع من أنواع الأمراض هيفضل تأثيره مدى لحد نهاية عملية التسمين. يبقى إذا الأمراض هنا بتؤثر على عملية النمو مهما شفي هذا الحيوان من عملية هو الإصابة بالأمراض. يبقى يتوقف تأثير الأمراض تأثيرا سلبيا على نمو الحيوان وعلى نوع المرض اللي هو دخل لهذا الحيوان والعمر الذي أصيب فيه هذا الحيوان. العوامل الوراثية. النمو صفة وراثية زي ما احنا قلنا، بتختلف حسب الجنس وتختلف حسب نوع وتختلف حسب السلالة. يعني ايه حسب السلالة؟ احنا قلنا عندنا في سلالات كبيرة جدا من ماشية انتاج اللحم او ماشية اللحوم، في عندي سلالات كتيرة جدا منتشرة وتحدثنا عنها فيما بعد. يبقى اذا هذه السلالة بتختلف، سواء كانت سلالة الليموزين بتختلف عن سلالة اللي هو الليموزين ايضا او السيمنتال او البراون سويس. اذا كل سلاله بتتميز بمجموعه من المواصفات الفنيه الخاصه بها في عمليه التسمين. انت هتجيب سلاله الهيرفورد زي سلاله الليموزين. سلاله الليموزين طبعا معروفه ان هي سلاله فرنسيه، معدل النمو بتاعها بتكون اسرع، اما الهيرفورد برضو بيكون اسرع من الليموزين ودي سلاله اجنبيه. اذا معدل السلاله او نوع السلاله بيؤثر على من ضمن العوامل الوراثيه اللي بتاثر على معدل النمو للحيوان.
حجم الام زي ما تحدثنا عنه ان هو سرعه نمو الحيوان بتزداد حسب كبر حجم هذا الحيوان عند عمليه الولاده، واحنا وضحناها اكثر من مره وتحدثنا عنها، وان حجم الام له تاثير فعال على حجم المولود فيما بعد اثناء عمليه الولاده واثناء عمليه الفطام. يعني قلنا ان البطن الثانيه بتكون اعلى انتاج من البطن الاولى وهكذا، البطن الثالثه بتكون اعلى انتاج من البطن الثانيه، ان حجم الجنين بيزيد باستمرار نتيجه لزياده نمو جسم الام وزياده حجم الرحم بالنسبه للحيوان. جنس الحيوان احنا قلنا ان الذكور معدل السرعه بتاعتها اعلى من معدل الوزن بالنسبه للاناث، خصوصا في مرحله اكتمال النضج الجنسي. يعني نوضح النقطه دي، في حاله اكتمال النضج الجنسي معنى ذلك يعني ايه؟ ان عند مرحله اكتمال النضج الجنسي بتبص تلاقي ان الانثى بيتم فيها افراز الهرمونات البروستاجين الى اخره والحاجات دي كلها، فبيحبط او بيقلل عمليه النمو بالنسبه لجسم هذه الانثى، دي في مرحله النضج. لكن الذكر موجود عندي، ما فيش عندي مرحله اللي هو الشياع ولا الشبق الى اخره، فبالتالي معدل الزياده بالنسبه للعجول بيكون أسرع من معدل الزيادة بالنسبة للإناث، لأنها بتمر بدورات اللي هي دورات الإخصاب والتلقيح والحمل إلى آخره. في عندي برضو التغذية في أثناء فترة الحمل لها تأثير كبير برضو على حجم الأم. وفي بعض المربيين أما الحيوان بتاعه هو يبدأ أن هو يحصل له عملية تلقيح وإخصاب وخلص إنتاجه من اللبن، واخد بال حضرتك، يبدأ أن هو يقلل كمية الغذاء. لا، أنا ما أقللش كمية الغذاء، لأن عندي في ناس لاحظوا حدين، الأم عايزة تتغذى عشان تحفظ على جسمها، وفي نفس الوقت الجنين عايز يتغذى، يبقى في عندي اتجاهين. يبقى لازم التغذية مهمة جدا 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 لحيوان التسمين أو للجنين في مرحلة اللي هو الإيه؟ المرحلة الجنينية. فعند تغذية الأم على مستوى منخفض أو مستوى أقل من العليقة، فبيؤدي في اللحظة إلى نمو جنين أو نمو فرد فيما بعد، معدل النمو بتاعه بيكون بطيء. تزداد تغذية الأم في الثلث الأخير من الحمل، لازم الثلث الأخير من الحمل لازم أرفع معدل التغذية بتاعة الأم عشان تقدر تديني الجنين أو تديني المولود اللي ما هيخش في عملية التسمين إلى آخره. الذي يزداد فيه مقدار نمو الجنين، يبقى أنا بدي تغذية كبيرة جدا في الثلث الأخير في الحمل، لأن معدل الزيادة بالنسبة للجنين في الثلث الأخير من الحمل بيكون أسرع من بداية معدل النمو الجنيني في بداية عملية الحمل. كذلك عندي الجلوكوجين المخزون في جسم هذا الحيوان أو في العضلات بيبدأ أن عنده هو بيقل، فلازم أودي تغذية عالية عشان أقدر أرفع معدل الجلوكوجين المخزون في العضلات عشان يقدر يدفع لي إلى نمو جنين عالي وممتاز. الهرمونات عندي زي مثلا قلنا الغدة النخامية بترتبط أساسا بالنمو، وهناك رأي بيقول إيه؟ إن الهرمونات بتساعد على التمثيل الغذائي للبروتينات، كما إن الهرمونات الغدة الدرقية بترتبط تأثيرها بنمو الجسم عشان تقدر إنها تعمل عملية التمثيل الغذائي ده أو التمثيل القاعدي داخل جسم هذا الحيوان. فصل السنة، احنا قلنا لو استضف فصل السنة علف الأخضر متوفر هيؤدي إلى جنين عالي وجنين ذي قيمة غذائية عالية ونمو أفضل في التسمين، فإن هذا بيشجع على إنتاج الإضرار العالي من اللبن، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك من الغذاء للجنين من اللبن، فبيؤدي إلى سرعة نمو هذا الجنين. الظروف الجوية سواء كانت حرارة أو رطوبة أو ضوء أو إلى آخره أو برودة، دي كلها برضو بتأثر على نوع الغذاء اللي هو موجود، وبالتالي بتأثر على عملية التمثيل الغذائي بالنسبة لمعدل الوزن للعجول والعجلان. الأمراض، احنا قلنا لو أي حيوان أصيب في بدء حياته بأي مرض بيترتب عليه في النهاية بطء عملية النمو أو بطء عملية التسمين حتى لو كان هذا الحيوان شفي تماما. طيب في حاجة هنا اسمها علاقة النمو بالتسمين، يعني ايه علاقة النمو بالتسمين؟ علاقة النمو بالتسمين زي ما وضحت لك من فترة، ساعات في بعض الأحيان عند عمر 6 شهور أو 8 شهور أو عمر سنة ساعات بيصاحب عملية النمو عملية تسمين. يعني ايه؟ انا عندي الحيوان بعد عملية الفطام بعد 3 أشهر او 3 شهور ونص يبدأ يتغذى على علف البادئ،
علف البدأ في نسبه بروتين 18%، فبيبدا الحيوان يجي جسمه بيزيد، في نفس الوقت الحيوان جسمه بيزيد، فبيزيد معاه الهيكل العظمي زائد العضلات ذات نفسها بتزيد، يبقى ساعات بتصاحب النمو عمليه تسميه، لكن في بعض الاحيان بيزيد في بعض العقول بيزيد معدل النمو ان الحيوان بيبدا يزيد يزيد يعلو يعلو يعلو، وبعد ذلك نروح جاي مغطي عمليه التسمين في الاخر خالص، لكن في بعض الاحيان بتصاحب عمليه النمو عمليه تسمين، يعني ايه بتصاحبها؟ ان دي بتلاحظها في غالبا في بعض معظم العقول، ده بيرجع الى نوع التغذيه اللي انت بتقدمها لهذا النتاج او لهذا العقول. في المراحل المبكره من عمر الحيوان بتكون الزياده في وزن الجسم عباره عن زياده في وزن العضلات والعظام مع ترسيب ضئيل بالنسبه للانسجه الدهنيه. كلما تقدم الحيوان في العمر بيبطئ معدل نمو العضلات وبيزداد تدريجيا عملية ترسيب الأنسجة الدهنية. يفضل أن يصاحب النمو التسمين، يعني ساعات ممكن يجي لك سؤال علل يقول لك يفضل أن يصاحب النمو عملية تسمين، أي يعني ترسيب الدهن على عمر مبكر مثلما يحدث في الأنواع الأصيلة. يبقى عملية التسمين بتصاحب عملية النمو في البداية في حالة العجول اللي هي الأصيلة، عجول اللحم الأصيلة زي الليموزين زي الهيرفورد إلى آخره من السلالات اللي احنا تحدثنا عنها فيما قبل كده، لأن ذلك بيؤدي لوصول هذه لحوم هذه الحيوانات إلى النضج الجنسي أو النضج المبكر لعملية التسمين، ويكون هذه الحيوانات لحومها أعلى في القيمة الغذائية وأكثر استصاغة وتفضيلا، وتفضل المستهلك بيفضل هذا النوعية من اللحوم. لو قال لي برضو سؤال تاني ودايما بزيد في السؤال لأن هو دايما شكله هو شكل سؤال امتحان، بنقول إيه؟ احسب معدل الزيادة اليومية لعجل بقري وزنه 300 كيلو، هو في ظل مصمم على عجل وزنه 300 كيلو، لو قال لك 500 كيلو مفيش مانع، لكن هو بيقول لك 300 كيلو جرام وأصبح وزنه 315، أنا هطرح 315 ناقص 300 كيلو يبقى معدل الزيادة عندي كام في الفترة الزمنية؟ عندي 15 كيلو، الفترة الزمنية قد إيه؟ الفترة الزمنية 10 أيام أو 15 يوم، أقسم كمية الزيادة اللي هو زادها هذا الحيوان على الفترة الزمنية يديني معدل الزياده اليوميه بالنسبه لجسم الحيوان او بالنسبه لهيكل جسم الحيوان لان عن طريق عمليه الوزن. التسمين بقى معنى عمليه التسمين يعني ايه؟ احنا قلنا النمو هو عباره عن زياده في جسم الحيوان، ولكن احنا قلنا انه قد يصاحب عمليه النمو عمليه تسمين، يعني عمليه ترسيب، فلو جيت تطرقت الى عمليه ترسيب يبقى دخلت في مرحله ثانيه اسمها مرحله التسمين بالنسبه للحيوان. يعني ايه مرحله التسمين؟ اللي هو ترسيب الانسجه الدهنيه على جسم الحيوان، يعني انا بقدر ايه؟ بقدر بحسن من شكل الذبيحه اللي انا هذبحها فيما بعد، يعني الحيوان عندي كبير وعلو وكل يوم بيزيد، كرشه بيزيد مع ارتفاع القوائم، مع ارتفاع الراس، مع ارتفاع الحجم، مع ارتفاع الافخاذ الى اخره، انا عايز ادي شكل للحيوان، ادي شكل الحيوان بزود له نسبه الكربوهيدرات في العالقه عشان يقدر يرصب لي الدهن على جسم الحيوان، وان في بعد كده في حاجه اسمها مواصفات الذبيحه الجيده هنتطرق عليها فيما بعد، لكن هنا التسمين هو عباره عن ترسيب الانسجه الدهنيه داخل جسم الحيوان او على جسم الحيوان. فعمليه ترسيب الانسجه الدهنيه في جسم الحيوان بيقصد بها من الناحيه العمليه ان انا بجهز هذا الحيوان او بحسنه لعمليه الذبح، وبحسن من صفات اللحم اللي هي موجوده تمهيدا لعمليه الذبح بالنسبه للحيوان. لو جه قال لي ايه الفرق بين النمو والتسمين؟ اقدر اقولهم له بالراحه كده ببسيطه ببساطه خالص، النمو الزياده النسبيه في وزن العضلات والهيكل العظمي للحيوان، لكن التسمين هو عباره عن ترسيب الدهن في اجزاء جسم الحيوان. ولكن في هنا عندي ملحوظه، ساعات بيصاحب زي ما تطرقنا لها من فتره ان قلنا ساعات بيصاحب عمليه النمو عمليه ترسيب او عمليه تسمين على جسم الحيوان، ده ما يمنعش انه بيحسن من خواص الذبيحه، وفي نفس الوقت ان هو بيسرع عمليه التسويه المبكره بالنسبه لحيوان التسمين وتمهيدا لعمليه الذبح او تجهيز الذبيحه. يقصد بالنمو تكوين عضلات اللحم والهيكل العظمي، ويتم في المراحل العمرية المبكرة اللي هي مرحلة النمو قبل النضج الجنسي، وعادة ما يحصل الحيوان على التغذية بمعدل نمو عادي
او معدل نمو طبيعي. لكن التسمين ان انا بدفع هذا الحيوان الى عمليه التسمين، يعني ترسيب الدهن على جسمه، تحسين من خواص الذبيحه، تجهيز هذا الحيوان لعمليه الذبح، دي كلها اسمها عمليه تسمين. عشان كده اما هنيجي نقول في حاجه اسمها طرق التسمين، لكن النمو هو عباره عن الزياده في وزن الحيوان او في وزن وهيكل العظمي لجسم الحيوان او وزن العضلات بالنسبه ليه حيوان اللحم. لكن التسمين دايما بركز على الاثنين، التسمين مع النمو، لان ده موضع سؤال بيجي دايما في الامتحانات بصفه مستمره، يقول لك ايه الفرق بين النمو والتسمين، او وضح مفهوم التسمين ووضح مفهوم النمو. يبقى انت تقول له النمو عباره عن زياده في وزن الحيوان، لكن التسمين عباره عن ترسيب الدهن على جسم الحيوان. طيب احنا بنتطرق بنقول ترسيب الدهن على جسم الحيوان، يعني ايه ترسيب الدهن على جسم الحيوان؟ او ان حيوان التسمين بيحدث له امتلاء في اللحم او امتلاء الدهن على جسمه، لكن هل في هناك مواقع او اماكن ان الدهن دوت بيترسب على جسم هذا الحيوان؟ في حوالي 6 اماكن او 7 اماكن بيبدا ترسيب الدهن على جسم الحيوان. في الدهن السطحي، يعني ايه الدهن السطحي؟ اما بذبح حيوان التسمين او ان انا هاجي اشفي حيوان التسمين فيما بعد، بلاحظ ان هذا الحيوان ان عليه طبقه من الدهن على جسم هذا الحيوان، يبقى ده اماكن ترسيب الدهن على جسم الحيوان، اللي هي الطبقه الخارجيه قبل ما يتم عمليه شق البطن وخروج الاحشاء اللي هي موجوده في داخل جسم الحيوان، يبقى ده اسم الدهن السطحي. طيب في مكان تاني اخر لترسيب الدهن على جسم الحيوان؟ الغشاء البلوتوني اللي هو بنقول عليه الدهن المنديل، وطبعا كلنا عارفين دهن المنديل اللي هو بيتعمل منه الطرب الى اخره، بتكون موجود حوالين الامعاء وحوالين الكليتين، ده دهن رقيق جدا جدا، وبيتاخد هذا الدهن وبيتعمل بيه افخم انواع اللي هي الكباب الى اخره من الحاجات دي. يبقى ده الدهن اسمه الغشاء البيوتوني او دهن المنديل، بتلاقيه عامل زي المنديل بالظبط، عشان كده اطلق عليه اسمه دهن المنديل. في دهن اخر اسمه دهن المصاريقة، اللي هو الدهن الملتف حوالين الأمعاء اللي هي موجودة في داخل جسم الحيوان، بنقول عليه ده دهن المصاريقة. يبقى ده تالت نوع من أماكن ترسيب الدهن على جسم هذا الحيوان. في عندي دهن الحلويات اللي هو الغدد الموجودة حول الرقبة والقصبة الهوائية والبنكرياس، ده بنقول عليه اسمه دهن الحلويات. في دهن تاني اخر موجود اسمه دهن حول الكليتين اللي هو بيت الكلاوي. سعادتك لما تيجي تستخلص بيت الكلاوي او الكليه وتخرجها خارج الاحشاء بتاع جسم الحيوان، بتلاقي في عليها طبقه من الدهن، ده ايضا مكان لتجمع او لترسيب الدهن على جسم هذا الحيوان. في طبعا دهن اخر موجود في جسم الحيوان اللي هو دهن بين العضلات، اللي هي ايه؟ ودي تهمنا جدا كحيوانات لحم، او بتهمنا جدا كذوء من المستهلك، او بتخش فيه بتسهل في عمليه اللي هي التصنيع. معنى ذلك ايه؟ يقول لك الدهن المرماري، هذا الدهن لو عندك حته اللحمه او قطعه اللحمه اللي هي موجوده، بتلاقي بين العضلات ذات نفسها في طبقه من الدهن، بنقول عليها الدهن المرماري. او لو بعض الجزار يقول لك انا عايز قطعه لحم ملبسه، يعني فيها دهن مع اللحم، يبقى ده اماكن برضو من اماكن ترسيب الدهن على جسم هذا الحيوان. في دهن تاني ايضا اسمه الدهن بين الالياف، يبقى دهن بين العضلات مرتبط ايضا مع دهن بين الالياف اللي هو الدهن المرماري. بتلاقي انت في طبقات من الدهن مع طبقات من الالياف اللي هي في عامل زي الفتل او العضلات، لان الليفه عضليه، ليفه عضليه موجوده وبينها قطعه من الدهن، ليفه عضليه موجوده وبينها قطعه من الدهن، عشان كده بنقول عليه اللحم المرمري او حته اللحم المرمريه. يبقى دي اماكن ترسيب الدهن على جسم الحيوان. طيب في عندي حيوان تم تسمينه، هل الحيوان اللي هو تم تسمينه مش له شكل؟ طبعا الحيوان اللي تم تسمينه له شكل، يبقى الشكل الظاهري للحيوان اللي هو تم تسمينه بيتميز بايه؟ ان هو بيكون عميق وعريض ومندمج. حيوان اللحم بيكون مندمج وكتلي الشكل، لكن حيوان اللبن بيكون مثلثي الشكل. نفرق بين الاثنين، حيوان اللحم كتلي الشكل زي البرميل،
بيعتبر برميل، لكن حيوان اللحم بيكون مثلثي الشكل، حيوان اللبن بيكون مثلثي الشكل نحيف واسع وعميق في الأربعة الخلفية، وخط الظهر وخط البطن متوازيان. ولاحظ ان كمة الكتف بتاع هذا الحيوان زي ما احنا شايفين مع بعض كده في الصورة بتكون عالية مستديرة وممتلئة ايضا باللحم، وفي نفس الوقت بنلاقي رقبة هذا الحيوان غليظة وبنلاقيها قصيرة وممتدة وبتكون مكسوة بعملية اللحم او مكسية بالعضلات. ده الشكل الظاهري بصفة عامة بالنسبة للحيوان اللي هو تمت له عملية التسمين. زي ما احنا شايفين مع بعض في الصوره بنلاحظ ان في ارتفاع لقمه الكتف، بنلاحظ ان الرقبه قصيره وغليظه، بنلاحظ الافخاذ ممتلئه، بنلاحظ ان خط الظهر مستقيم، ان الحيوان برميلي الشكل بخلاف حيوان اللبن بنلاحظه ان هو مثلثي الشكل. ايضا في صفات تانية ان عظام المدفونه، وعظام المدفونه دي بتكون في الفخذ، فموجوده في الفخذ اسمها عشان كده بنقول عظام المدفونة، بتكون مدفونة باللحم. المسافة بين الأرجل الخلفية بتكون واسعة، وعضلة الفخذ والإلية بتكون ممتلئة ومستديرة زي ما احنا كده شايفين مع بعض في الصورة، بيملأها ما يقرب من ناحية العرقوب، وهو ما يعرف بعملية التفاف. يعني انت بتقول هذا الحيوان ملفوف، معنى ذلك ان حيوان تسمين، لكن حيوان اللبن ما بتقولش عليه حيوان ملفوف، بتقول عليه حيوان مثلثي نحيف. كل ما كان حيوان اللبن نحيف، انا دايما لازم ادي فرق بين حيوان اللبن وحيوان اللحم عشان سعادتك ما تقدرش تتلخبط بين حيوان اللبن وحيوان اللحم. حيوان اللحم بتكون الفخذ المؤخرة عريضة والعظام غير واضحة او غير ظاهرة بخلاف حيوان اللبن. لو انا هاجي اسمن حيوان التسمين، احنا تركنا قلنا النمو ومعدل النمو وطرق او مراحل النمو المختلفه، قلنا مرحله الثبات، مرحله الزياده الاسيه، مرحله الزياده الاسيه المتناقصه، مرحله الشيخوخه. مرحله الشيخوخه بيكون فيها معدل الهدم اعلى من معدل البناء، يعني معدل الفقد بيقل عن معدل البناء. طرق التسمين عندي، في عندي التسمين على البرسيم شتاء، في طريقة تانية التسمين على البرسيم شتاء وعليقة جافة صيفا، في طريقة تانية من طرق التسمين التسمين على علائق جافة وفقط بالنسبة لحيوان التسمين. فالتسمين على البرسيم شتاء في معظم المربين بيقول لك ان انا اسمن على البرسيم شتاء. طب في اللحظة دوت هيجيب البرسيم او هيجيب الحيوان دوت وزنه قد ايه؟ لو جه يسمن على البرسيم شتاء، هذا النوع من التسمين بيصلح يكون وزن هذا الحيوان من 100 كيلو الى 150 كيلو جرام. معدل الزيادة في هذا الحيوان بتكون حوالي 600 جرام في اليوم في المتوسط. ده بنلاقيه حيوان اللي هو اللحم اللي هو المصري عندنا، لكن الحيوان الأصيلة بيزيد حوالي كيلو الى كيلو ونص، ده سرعة النمو. هذا النوع من التسمين لو انا هسمن اصلا على البرسيم شتاء، بخصص لفدان البرسيم اللي هو بيديني اربع حشات خلال ست شهور حوالي خمس عجول لعمليه التسمين. يبقى الخمس عجول يكفي لهم حوالي فدان برسيم في اثناء موسم التغذيه لو كان وزن هذا الحيوان من 100 الى 150 كيلو جرام. يبقى لو كان 150 ل 150 كيلو جرام هيقعد 6 شهور. احسب بقى سعادتك ال 6 شهور في ال 100 في ال 150 150 جرام اللي هم بادئ بيهم، يبقى هذا الحيوان هيكون وزنه حوالي 375 او 400 كيلو لحيوان التسمين، وده بيبدا في شهر ديسمبر الى ان ينتهي في شهر مايو نحو خمس عجول. يبقى فدان البرسيم بيكفي حوالي خمس عجول لعمليه التسمين. في طريقة تانية ان هو أنا اسمن على البرسيم وفي نفس الوقت عليه جافة صيفا. في اللحظة دوت ان انا برفع معدل النمو، يعني بشتري حيوان بيكون معدل نموه اعلى، لكن التسمين على البرسيم في الشتاء بيكون من 100 ل 150 كيلو، لكن حيوان هسمن في الشتاء وارجع اديله دفع غذائي في الصيف، يبقى انا بجيب هذا الحيوان 180 كيلو جرام عشان يقدر بيأثر فترة التسمين، وفي نفس الوقت ان هذا الحيوان بيصل الى 400 كيلو جرام في نهاية التسمين. ولكن بينصح في حالة
تغذية العجول على البرسيم أن تغذى على 1 إلى 2 أو مدة 1 إلى 2 شهر على العلاقة المركزة. بمعنى إيه؟ لو أنا مثلا بغذي هذه الحيوانات على العليقة اللي هي برسيم في فصل الشتاء، سواء كان 100 ل 150 كيلو أو 150 إلى 180 كيلو، لازم في فصل الصيف أغذي لمدة شهرين على العليقة المركزة، عشان خاطر عندي الحيوانات ديت لو أنا ما غذيتش على العليقة المركزة مدة شهرين، دهن هذه الحيوانات بيكون لون الدهن، لان الحيوانات غذت على برسيم فبيكون لون الدهن اصفر، بخلاف الحيوانات اللي تغذى على العلائق المتزنه اللي هي العلائق الجافه فقط بيكون لون الدهن ابيض ناصع. لان طبعا الدهن الاصفر يعني بيجي من نتيجه فيتامين او عنصر الكاروتين اللي موجود في هذا الدهن. التسمين على علائق جافة فقط، لو أنا عايز أسمن على علائق جافة فقط بعطي هذه المكررات اليومية لهذه الحيوانات. لو أنا هسمن لمدة 6 شهور وببدأ وزني 200 كيلو جرام، شوف أنا بقول لك إيه، 6 شهور وببدأ ب 200 كيلو جرام، يعني هجيب حيوان وزنه 200 كيلو جرام وهسمن لمدة 6 شهور. الست شهور هقسمهم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولانية الشهرين، أول شهرين بدي 4 كيلو جرام علف مركز زائد 2 كيلو جرام قش يوميا. الشهرين الثاني بعطي العجل 5 كيلو جرام علف زائد 3 كيلو جرام قش يوميا. الشهرين الأخرانيين بدي 6 كيلو جرام علف ومركز زائد 4 كيلو جرام قش يوميا. دي كلها معدل عملية التسمين في خلال 6 شهور. يبقى أول شهرين بدي 3 كيلو جرام علف، في الشهرين التانيين بدي 4 كيلو جرام علف، في الشهرين الأخرانيين اللي هو ست اللي هو آخر 6 شهور بدي 6 كيلو جرام علف، لأن طبعا معدل الزيادة بتاع هذه الحيوانات بيبدأ إن هو يزيد. كل ما بيزيد معدل الزيادة أو معدل النمو كل ما برفع عملية التغذية. عشان كده أنا بوزن حيوان التسمين وبسجل في الدفاتر أو بسجل في السجلات عشان أقدر أقول لك معدل الاستجابة لهذا الحيوان، وأن أنا واقف على خطوات صح أو أن أنا واقف على خطوات أقل ربحا، فبضطر في اللحظة دي أبدأ أن أتخلص من هذا الحيوان لأنه ليس له جدوى في عملية التسمين. طيب في نقطة تانية؟ في نقطة تانية، لو أنا عايز أسمن لمدة 5 شهور، يبقى الطريقة الأولانية أنا بسمن لمدة 6 شهور، الطريقة التانية في حالة التسمين لمدة 5 شهور. بيكون وزن هذه الحيوانات 225 كيلو جرام. الشهر الأول بعطي 4 كيلو جرام علف مركز زائد 2 كيلو جرام قش يوميا. يبقى أنا بدي 2 كيلو 4 كيلو جرام علف زائد 2 كيلو جرام قش يوميا. الشهرين التانيين بعطي 5 كيلو جرام علف زائد 3 كيلو جرام قش يوميا. الشهرين الأخرانيين اللي هما كمالة ال5 شهور بعطي 6 كيلو جرام علف زائد 4 كيلو جرام قش يوميا. انت بتلاحظ ان انا زودت القش من 2 كيلو ل3 كيلو ل4 كيلو. ليه؟ لان معدل الاستجابة ومعدل الزيادة لهذا الحيوان بيبدأ يزيد، لان بعرفه من الحتة من خلال عملية الوزن، فبالتالي ان انا برفع معدل التغذية او برفع المكررات الغذائية لهذا الحيوان. لو انا عايز اسمن لمدة 4 شهور، عايز اسمن حيوان لمدة 4 شهور، بجيب حيوان وزنه 250 كيلو جرام. بخلي بالك احنا قلنا التسمين مدة 6 شهور، وقلنا التسمين مدة 5 شهور، وقلنا التسمين لمدة 4 شهور. مدة 6 شهور بجيب وزن الحيوان من 150 ل 200 كيلو ل 180 كيلو. التسمين لمدة 5 شهور بيكون وزن الحيوان اللي بجيبه حوالي 180 كيلو ل 200 كيلو. التسمين لمدة 4 شهور بيعدي هذا الحيوان، بجيب حيوان عشان ادخله في عمل التسمين بيكون 225 كيلو، عشان يقدر ان انا بأثر لمدة التسمين. لما بأثر مدة التسمين فبرفع الوزن بتاع هذه الحيوانات عند دخولها الى المزرعه عشان اجري عليها عمليه الايه؟ التسمين. فالتسمين لمده 4 شهور زودت المكررات من 3 الى 4 الى 5، يبقى كل شهرين بزود شويه. الشهرين الاولين بدي 5 كيلو جرام علف مركز زائد 3 كيلو جرام قش، الشهرين التانيين بدي 6 كيلو جرام علف زائد 4 كيلو جرام قش يوميا، مع ملاحظه ان انا لازم ادرج في عمليه التغذيه او عمليه الاكل لهذه العجول عشان العجل يقدر
او الحيوان يقدر ان هو يتعود على العلاقه المقدمه له، ما يحصلش اضطرابات هضميه داخل جسم الحيوان. في حاله تسمين لمده 4 شهور برضو تاني بنقول ان هذا الحيوان ان هو كميه الغذاء اللي هو بيتغذى عليها بتختلف في داخل المرحله ذات نفسها. اول شهرين بدي 5 كيلو و3 كيلو قش، الشهرين التانيين بدي 5 كيلو 6 كيلو و4 كيلو جرام، مع ملاحظه ان انا بدرج في عمليه التغذيه بالنسبه للعجوب. طيب في هناك عمر مناسب لعمليه التسمين؟ هل انا اجي في فتره معينه ولازم اوقف عمليه التسمين بالنسبه للحيوان؟ يعني ايه الكلام ده ان انا اوقف عمليه التسمين بالنسبه للحيوان؟ لو انا لقيت ان معدل الاستجابه او معدل الفقد بيكون اعلى من معدل البناء، لازم اوقف عمليه التسمين واتخلص من حيوان التسمين. ليه؟ لان انا بدورها كناحيه اقتصاديه بالنسبه لحيوان التسمين. من الناحيه الاقتصاديه بيجب ان يتم التوقف التسمين اذا كانت تكلفه انتاج وحده الوزن اعلى من وحده سعر بيع الوزن الحي. يعني ايه؟ لو انا جيت حسبت التكلفه لقيت عندي التكلفه حوالي 70 80 جنيه والحيوان ما بيزيدش اصلا هذه التكلفه، يبقى بيزيد مثلا حوالي نص كيلو جرام، في اللحظه دوت ان لازم اتخلص من هذا الحيوان لانه غير مربح اقتصاديا بالنسبه لعمليه التسمين. وغالبا ان انا بسمن الابقار المحليه على وزن 350 الى 400 كيلو جرام، اما الاجنبيه بتقعد معايا فتره من 450 ممكن تقعد الى 600 700 كيلو جرام، وفي بعض الحيوانات بتصل عمليه التسمين الى طن، بس دي في الحيوانات نهين، الحيوانات الاصيله اللي هي بتزيد معدل النمو الزياده اليوميه بتاعها حوالي من 1 الى 1.5 كيلو جرام. طيب في اقتصاديات لعمليه التسمين، يعني ايه اقتصاديات؟ انا بشوف دراسه العرض والطلب والجدوى والطلب، انا راجل بدفع مالي كله داخل المزرعه، اشتريت مثلا 10 عجول، ال 10 عجول مثلا ب 100,000 جنيه العجل ب 10,000، جبت قبل منهم تاني كمان تاني 100,000 جنيه تكاليف تغذيه، انا اشوف الجدوى الاقتصاديه بتاعتي، عشان كده انا بوزن عجول التسمين كل فتره عشان اقدر احدد اقتصاديات عمليه التسمين. فعملية التسمين بتعتبر ناجحة إذا أتت للمربي بربح يقدر يعوضه عن المجهود المبذول خلال مرحلة التسمين، لكن الجهد دوت بيتوقف أو اقتصاديات التسمين أو نجاح التسمين بيتوقف على نوعين من العوامل، بيتوقف على عوامل فنية وعلى عوامل اقتصادية. العوامل الفنية اختيار الحيوان المناسب لعملية التسمين، كل ما كان المربي قادرا على حسن الاختيار في حيوان التسمين كل ما كان المربي ناجحا في عملية التسمين. إن شاء الله في الحلقة القادمة سوف نتحدث عن العوامل الاقتصادية الناجحة التي تؤدي إلى نجاح عملية التسمين. أعزائي سعدنا بكم في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، متمنيا لكم دوام التقدم والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.